شد عيدا صباح الخير، نورت اسطنبول. تليفونك العمل والنشاط لاحقا متوجهين للعمل. نورت اسطنبول حيادر في دول عينك. واخيرا يا قدرنا حيدر ناخذ اسطنبول. مو اقول لك انت دائما يعني اقرب شخص لي ما يحب السفر، وانا قد احب السفر. كنت ناقض مو طبيعي بحيدور. تحياتنا طبعا، شكرا كثير لابو الحوم. ابو الحوم خالد رضوان وشركة الدلهم، ما ننسى هاي لازم ضروري حرصك. يا ابا صباح الخير. صباح ابو الصوف حبيب قلبي الكبير. على ليش ما لنا علاقه بحج مصطفى؟ ابو مصطفى وحيدر ناس عندنا بزنس، اكو شغلات بيناتنا ما لكم علاقه. احمد بالليش رحت لمشون ياسين هسه يقولون بلغونا. شوفوا البارحه طلعنا من بغداد للمطار لابسين انا ومصطفى نفس اللبس. حلو لهنا أنا أوكي. مش بس اليوم غير الألوان. اليوم غير الألوان، نفس القميص بس اليوم بالأول ابتدائي لبسوا سوا عاد الهذا راح أجيب لكم باجا. أبو مصطفى هسه في جروب توحد وإحنا واحد جروب الحنين. تخسر وياي؟ لا حجي والله أشرف. أبو مصطفى تخسر والله؟ لا ما خلي في يدك. لا بس كارتان أبو مصطفى اليوم قوي قوي قوي